بارك الله فيكم شيخنا. هذا السؤال 23. تقول السائلة من مصر: هل عمل الكعك والبسكويت في عيد الفطر بدعة، علما أننا نعمله أيضا في الزفاف وهكذا؟ الناس عندنا يذبحون ذبائح البيوت ويصنعون الأطعمة ويجتمعون عليها في البيوت وفي نجد، يجعلونها في الساحات خارج البيوت حتى يجتمع الناس عليها. فلا شيء في ذلك إن شاء الله تعالى.